اسمع لي الحبيب وحل ودنيك مزيان، حيت هاد المعلومه اللي غادي نعطيك ما عمرك كنتي غادي تعرفها وما عمرك كنتي حتى غادي تسمع بها. علاش؟ حيت ما كاينش اللي غادي يعطيهاك وما كاينش اللي عارفها. قلتي نديرو شي كافي موبيل ونحرقو البطاله، ما كاين بس لي كود فيها قلال، طوموبيل، ماكينه، قهوه، كذا، كتخرج الشانطي ترزق الله مزيان. ولكن فاش نتي لقيتي مشكله يا علاش؟ مشكله ديال الكونسوماسيون، الضو ما تيكفينيش وانا غير في الخلا ودرت لي دايرين الناس، ومع ذلك مشكله ديال الكونسوماسيون ما لقيتلهاش الحل. ما خليت باتري جديد، ماكينه عندي جديده، طحان جديد، كلشي جديد، ولكن الباتري كنخدم 3 سوايع 4 سوايع كيدير لي لومبار كيبدا يصوني. وشنو المشكل؟ فين راه عندك المشكل؟ ما عرفتش اخويا، والله ما عرفت. عييت نسول الحريفي، عييت نسول الناس ديال الضو، والو والله ما عرفت. بغيت تعرف الحل اخويا، انا مزال الا قلت لك الحل 30 درهم وفكوا هذا وفكوا لك هذا المشكل. كيفاش 30 درهم؟ فترى نعطيك 3000 درهم وانا نعطيك 4000 درهم وانا شريت باتريات بمصيبه ديال الفلوس والو. كيفاش شريتي باتريات فلوس وما قالوكش الحل فين كاين؟ والو اخويا والله ما كاين اللي ينفعني وما كاين مشكل. سيدي نعطيك الحل، امر تعمل وشحال تخلص؟ خلص لك اخويا اللي بغيت. لا 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 ما تخلصليش اللي بغيت، خلص لي كلمه وحده في الكومونتير الله يرحم بها الوالدين، ترحموا غير على والدينا فقط. وهذه المعلومه الاخوان رحنا كنعطيوها لله، لله في سبيل الله. والحل اخويا الحبيب ما عندكش في الماكينه، ما عندكش في الاوتوماتيك، ما عندكش في الرومبليساج مانيال، ما عندك في حتى شي حاجه. المشكل عندك في لا بومب دو بريسيون. غادي تقول لي عندي انايا البومبا كتدفع غير 100 واط ولا 120 ولا 160 ولا ما كتكونسوميش. اجي نوريك الكونسوماسيون في عندك الحبيب. هاد الكوندونساتور هي اللي كتحدد لنا لا بويسونس ديال الواط، لا بويسونس ديال الدفع. هاد الكوندونساتور هي اللي كتحدد لينا الواط. الا عندك موتور ديال 100 واط وانت داير لي كوندونساتور ديال 10 ميكرو فاراد، فراه هذاك الموتور كيسخن وكيسفليك الباتري. عندك موتور ديال 160 وانت داير له 10 كوندونساتور ديال 10 ميكرو فاراد، فداك الموتور كيسف في الباتري. اذا ميكرو فاراد 10 ميكرو فاراد مديوره للضوء الالكتريك في الحيط ديال الريزو، ما مديوراش للكافي موبيل. عندك كافي موبيل غادي تاخذ كوندونساتور ديال 5 ميكرو فاراد وغادي تبرونشيها. علاش 5 ميكرو فاراد؟ لان 5 ميكرو فاراد كتعطينا 100 ديال الواط، كيبقى الموتور بارد وما تيكونسوميش. 5.5 كتعطينا 120 د الواط، 6 كتعطينا 140 د الواط، 6.3 كتعطينا 160 د الواط، 7 كتعطينا 200 ديال الواط، 8 كتعطينا 240 ديال الواط، 10 كتعطينا 360 ديال الواط. اذا الا حيدتي الكوندونساتور ديال 10 ميكرو فاراد من 360 ودرتي ل 5، شوف شحال اقتصدتي. اذا كتنقص الضعف ديال الكونسوماسيون اللي عندك في الباتري. اذا الباتري الا كان يدوز لك 4 سوايع كيرجع يدوز لك 12 ساعه. هاد المعلومه الاخوان راه حصريه في هاد القناه، راه ما كاينش الشركات كيعطيوك الماكينه باش تخدم في الريزو. هما الشركات عندهم الماكينات ديال كافي موبيل كيكونوا لوفي افيك ان بومب اون بومب دو 12 فولت ديال الباتري، سي با ان ترانسفورماتور. هادي راه معلومه كتهم الاخوان، يعني اصحاب كافي موبيل عبر العالم، لانها معلومه حصريه في هذه القناه. الشركات كيعطيو كوبي كولي. كتلقى واحد حداك ما كانش عنده الكونسوماسيون في الـ في الـ في, الـ في الكافي في الكافي موبيل ديالو، حيت كتلقى عنده اون بومب فيها كوندونساتور ديال 6 ميكرو فاراد،
ما كتكونش عنده الكونسوماسيون، ولذلك كيخدم له الباتري مده طويله، وانت عندك كل شيء تنتج جديد بحاله، ولكن الفرق اللي بينك وبينه فقط في الكوندونساتور. انت عندك ديال 10 ميكرو فاراد وهو عنده ديال 6 ميكرو فاراد. اذا الاخوان 3 اورو 3 اورو غتهنيك من هذا المشكل. بدلتي الباتريات، ما خليتي ما درتي في الطوموبيل لدرجه انك صافي كيوقع ليك الملال، كترجع عندك كتفكر تاخد ان جينيراتور سيلونس تحطو جنبك ديال ليسونس. اذا حنا فقط 3 اورو. هادشي غادي تجربوه الاخوان، وغادي تجربوه ان شاء الله تعالى، وغادي تردوا علينا واش هادشي صحيح او لا، وراه كننتظروا التعليقات ديالكم واللايكات ديالكم، وتبارطاجيو هذا الفيديو لانه فيديو توضيحي وتعليمي للاخوان يعني كافه عبر العالم. نتمنى الاخوان تكون المعلومه وصلت على اتم وجه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.